السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص فرض من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثالثة المستوى الخامس ابتدائي. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. والمتتبعين الأوفياء اللي دائما مساندين القناة كنرحب بكم مجددا وأدعوكم لمشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء الصديقات ديالكم باش تعم الفائده ويستفدوا اكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات ان شاء الله. اذا فروض المرحله الثالثه الخامس ابتدائي ماده الاجتماعيات. اذا ماده الاجتماعيات، اذا مرحبا بالجميع. ودابا غادي نبداو على بركه الله الانجاز ديال الانشطه اللي عندنا هنايا. عندي انشطه كتعلق بالمجالات بثلاثه ديال الاجتماعيات: التاريخ، جغرافيا، والتربيه المدنيه. نبداو بالتاريخ. تاريخ 10 ديال النقط. السؤال الاول: ارتب الدول حسب تعاقبها على حكم المغرب. اذا كما كنعرفوا أن المغرب تعاقب على حكمه مجموعة من الدول. نبدأ أولا بالدولة الإدريسية. الدولة الإدريسية هي أول دولة حكمت المغرب. إذا واحد، ثم ماذا أيضا؟ ثم كتجي في المرتبة الثانية الدولة المرابطية، ثم الدولة الموحدية، ثم الدولة المرينية في المرتبة الأخيرة. صحيح؟ إذا أول دولة هي الدولة الإدريسية، ثم الدولة المرابطية، ثم الدولة الموحدية، ثم الدولة المرينية. السؤال الثاني، انتبهوا معي، عندي أجب بصحيح أو خطأ. إذا غنجاوبوا إما صحيح إما خطأ. محمد بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية. إذا شكون أسس الدولة الموحدية؟ هو هذا السيد هذا اللي مسمي محمد بن تومرت. صحيح، نعم صحيح، عبارة صحيحة. شيد المارينيون صومعة الكتبية بمراكش. إذا واش فعلا المارينيون هم من شيدوا صومعة الكتبية بمراكش؟ خطأ. إذا شكون اللي شيد صومعة الكتبية؟ هم الموحدين. شيد الموحدون مدرسة العطارين بفاس. إذا هي عبارة خاطئة، ماشي الموحدون اللي شيدوا مدرسة العطارين بفاس. صافي. إذا محمد بن تومرت هو مؤسس الدولة الموحدية، صحيح. شيد المارينيون صومعة الكتبية بمراكش، خطأ. شيد الموحدون مدرسة العطارين بفاس، خطأ. ندوزو للنشاط أو للسؤال الثالث، انتبهوا معي دائما. أصنف المنشآت التالية حسب الجدول. إذا عندي منشآت هنايا، غادي نصنفهم إلى الدولة الموحدية والدولة المارينية. يعني شكون هما هاد المنشآت اللي دارتهم الدولة المارينية، وشكون هما المنشآت اللي دارتهم الدولة الموحدية. صافي. نبداو بصومعات الكتبية. صومعات الكتبية دارتها الموحدية، يعني الدولة الموحدية. إذا صومعات الكتبية، صافي، الكتبية، صومعة الكتبية. مدرسة العطارين، مدرسة العطارين الدولة المارينية، صافي. مدرسة العطارين، صافي، العطارين. مأذنة الخير لدى، مأذنة الخير لدى كاينة فين؟ في الدولة الموحدية. الدولة الموحدية هي اللي نشأت مأذنة الخير لدى، صافي. مدرسة البوعنانية عندنا هنايا، مدرسة البوعنانية. صومعة حسان هنا، حسان نسبة للموحدية. المدرسة المصباحية أسست من طرف الدولة المارينية، مدرسة المصباحية. إذا صومعة الكتبية، مأذنة الخير لدى، صومعة حسان هما منشآت تابعة للدولة الموحدية. بالنسبة لمدرسة العطارين، المدرسة البوعنانية، المدرسة المصباحية هما منشآت تابعة للدولة المارينية. ندوزو الآن للجغرافيا، صافي، المجال الثاني في الاجتماعيات الجغرافية. السؤال الأول: أصل كل عبارة بالإجابة المناسبة لها. لأن كل عبارة، عندي عبارة هنايا كثافة سكانية مرتفعة، وهنا كثافة سكانية منخفضة، إذا غنربطو المناخ بالكثافة السكانية. إذا حنا كنعرفوا بأنه كل ما كان المناخ مزيان، يعني تما كتكون الكثافة السكانية مزيانة، صافي، يعني كتكون كاينة الناس تما ساكنين. ولكن واحد الجو اللي هو صعيب ما كيقدروش يعيشوا فيه الناس، وبالتالي ما كتكونش فيه كثافة سكانية. مثلا مناخ صحراوي جاف، إذا المناخ الصحراوي الجاف كتكون الكثافة السكانية مالها منخفضة، صافي، كثافة سكانية منخفضة. بالنسبة للمناخ معتدل، عندما يكون المناخ معتدل كتكون عندنا كثافة سكانية مرتفعة. مزيان. تضاريس منبسطة كذلك كثافة سكانية مرتفعة. جبال عالية كثافة
سكانية منخفضة. صافي. السؤال الثاني، ضع سطرا تحت أكبر ميناء في المغرب. هو إذا أكبر ميناء في المغرب شكون هو؟ إذا بطبيعة الحال أكبر ميناء هو ميناء طنجة، وكيتسمى ميناء طنجة المتوسط. صافي، ميناء طنجة المتوسط. دابا نقلبوا الصفحة ونكملوا الأنشطة اللي عندنا هنايا. إذا أقرأ النص ثم أجيب. حنا دائما دائما في الجغرافيا، صافي، قرأ الناس ثم أجيب على الأسئلة. يزخر المغرب بالعديد من المؤهلات السياحية الطبيعية التي تجعله قبلة للسياح. قد استقبل المغرب 13 مليون سائح بنهاية عام 2019، وتشكل السياحة مصدرا هاما للعملة الصعبة، وتساهم كذلك في توفير مناصب الشغل 750 ألف فرصة عمل، وتطوير قطاع البناء ودعم الصناعة التقليدية. إذا هذا النص هذا كيهضرنا على المؤهلات السياحية الطبيعية اللي كيزخر بها المغرب واللي كتجعله قبلة للسياح. وعطاونا في هذا النص واحد الإحصائية كتقول بأن 13 مليون سائح كانوا في المغرب في عام 2019، وكتشكل السياحة مصدرا هاما للعملة الصعبة. يعني السياحة منين كتكون السياح، السياح كاين في المغرب كيخسروا فلوس، والمغرب كيدخل يعني الفلوس والعملة الصعبة، وتساهم كذلك في توفير مناصب الشغل. إذا داك السياحة كيوفروا مناصب الشغل، بحيث مثلا كيكونوا المطاعم بزاف، كيكونوا مثلا لي باركينج بزاف، دونك كيكونوا بزاف ديال الشباب خدامين، يعني كتوفر لهم واحد فرصة للعمل، وتطوير قطاع البناء ودعم الصناعة التقليدية، لأن الصناعة التقليدية كيهتموا بها السياح، وبالتالي يعني كتعطى لها قيمة منين كيكون عندنا السياح في المغرب. سؤال أربعة، أذكر بعض المؤهلات السياحية التي يتوفر عليها المغرب. شنو هما المؤهلات السياحية اللي كيتوفر عليها المغرب؟ إذا عندنا بزاف ديال المؤهلات السياحية، ومن بينها بأن المغرب يتواجد في موقع جغرافي استراتيجي. إذا موقع جغرافي استراتيجي. إذا حنايا المغاربة أو المغرب كجغرافيا هو في موقع جغرافي استراتيجي. صافي. ماذا أيضا عندنا؟ مناظر جذابة، يعني عندنا في المغرب مناظر جذابة. صافي مزيان. ثم ماذا أيضا؟ ثم عندنا تضاريس متنوعة عندنا الجبال، الهضاب، السهول إلى غير ذلك من جبال وسهول. إذا هذه هي المؤهلات السياحية اللي كتخلي الناس كيعجبهم يجوا للمغرب. صافي. عندنا مناظر خلابة، عندنا مناظر جذابة، حنا موقع استراتيجي جغرافي، يعني فيه عندنا مؤهلات كذلك طبيعية هي اللي كتخلي السياح أنهم يجوا للمغرب. ندوزو السؤال الموالي، كيف تساهم السياحة في التنمية الاقتصادية بالمغرب؟ كيفاش هاد السياحة كتساهم في التنمية الاقتصادية، تنمي الاقتصاد؟ لأن من خلال النص ديال الانطلاق هنايا، السياحة توفر لنا مناصب الشغل، كتطور لنا قطاع البناء، كذلك تصبح مصدرا للعملة الصعبة. إذا مجموعة من الأمور التي تنمي الاقتصاد بالمغرب. إذا أولا نديرو مثلا توفير مناصب الشغل. هذا أيضا عندنا تطوير قطاع البناء، دعم الصناعة التقليدية، توفر العملة الصعبة، يعني كتدخل المغرب العملة الصعبة. إذا هادو هما الأمور اللي كتنمي بهم السياحة الاقتصاد. صافي، الاقتصاد المغربي. دابا غندوزو للتربية المدنية، وهو المجال الأخير في الاجتماعيات. التربية المدنية كذلك عليها 10 ديال النقاط. عندي واحد التمرين هنا بسيط. إذا نضع الكلمات أو الجمل في مكانها المناسب في الجدول. إذا هنا عندي جدول مكون من خمسة لي كولون. أختار التدخين، أحمي نفسي من التدخين، أختار الإنترنت، مزايا الإنترنت، قواعد الإنترنت الآمن، يعني الإنترنت الآمن كيفاش كيكون، لا أنشر معلوماتي الشخصية. إذا لا أنشر معلوماتي الشخصية هي من القواعد الإنترنت الآمن. لا أنشر معلوماتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. صافي. نعم. أمراض سرطانية هي من أخطار التدخين. أمراض سرطانية. صافي. أختار كلمة مرور صعبة هي من قواعد الإنترنت الآمن. أختاروا، كندير واحد الكلمة المرور اللي هي صعيبة باش ما يخترقوا ليش الحساب ديالي. أختاروا كلمة مرور صعبة.
اقول لا لمن يقدم لي سيجاره، اللي كيقدم لي سيجاره كنقول له لا. دونك هذه باش نحمي راسي من التدخين، اذا احمي نفسي من التدخين. اقول لا لمن يقدم لي سيجاره. سيجاره، تعزيز المكتسبات. تعزيز المكتسبات من بين المزايا ديال الانترنت، لانه انا الا سخرت الانترنت في الحوايج الزوينه غادي تزيد من المكتسبات ديالي. يعني غادي نولي نبحث على قنوات في اليوتيوب باش نزيد نفهم بعض الدروس، نمشي للانترنت وجوجل نبحث على مجموعه من المواضيع اللي غادي يهموني، ندير لو بروجي دو كلاس ديالي اتسيتيرا اتسيتيرا. اذا تعزيز المكتسبات، تحقيق التواصل والتفاعل. نعم، إذا تحقيق التواصل والتفاعل، إذا بفضل الإنترنت يمكن التواصل والتفاعل. والتفاعل، التدخين السلبي. التدخين السلبي هو من أخطار التدخين. التدخين السلبي، صافي. التدخين ماله السلبي، صافي. أستنشق هواء نقيا في الغابة، إذا أحمي نفسي. هذه استنشق هواء نقيا في الغابة، هادو هما حويجات كيمكنوني باش نحمي راسي من التدخين. نعم، بقات لي تبعية، قال لي التراجع الدراسي. إذن عندي التراجع الدراسي، هما من أخطار الإنترنت، لأنه إلا دمنت على الإنترنت وليت مدمن، بقيت دائما كندخل الإنترنت وندخل ندخل ندخل ندخل، خصوصا نشاهد مثلا الأفلام مباريات إتسيتيرا إتسيتيرا، غيتراجع المستوى الدراسي ديالي طبيعة الحال. وكذلك التبعية. التبعية يعني شنو المعنى ديال التبعية؟ يعني أخطار الإنترنت، مثلا شفت شي لاعب ديال الكرة، ولا شفت شي ممثل مثلا داير شي تحسينة ماشي هي هذيك، أنا نمشي نديرها. شفت واحد مثلا لابس سروال مقطع، ولا لابس شي شورت ماشي هو هذاك، أنا نمشي نلبسو. دونك هذه هي التبعية، وهي من بين الأخطار اللي هي كبيرة ديال الإنترنت، صافي. إذا من أخطار التدخين عندنا أمراض سرطانية والتدخين السلبي. أحمي، كيف أحمي نفسي من التدخين؟ أقول لا لمن يقدم لي سيجارة، وأستنشق هواء نقيا في الغابة. أخطار الإنترنت، التراجع الدراسي والتبعية. مزايا الإنترنت، تعزيز المكتسبات وتحقيق التواصل والتفاعل. بالنسبة لقواعد الإنترنت الآمن، لا أنشر معلوماتي الشخصية، وأختار كلمة مرور صعبة. وبهذا غادي نكون كملت لافيديو ديال اليوم. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، باش نزيد لقدام ونزيد ندير لكم مجموعة من الفروض ومجموعة من الدروس اللي غادي تستافدوا منها إن شاء الله. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.